السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع عرض 48 ساعة، عرض يوم الاثنين ويوم الثلاث، هنكمل بقية العروض معانا. هو طقم الخشاف الكريستال الار سي ار، كريستال اصلي، درجة بريق عالية جدا، مش اي كريستال يبقى ار سي ار. في ناس بتقول لك ده كريستال وتلاقي اي كلام وتلاقي اللون مطفي. احنا عندنا درجة الكريستال بتاعة الار سي ار درجة فيها لمعان عالي، الدليل ان هو اصلي معانا في الكريستال. في 3 موديلات لطقم الخشاف هستعرضها لكم وهنزلها لكم باسعار العروض ليوم الاثنين ويوم الثلاث. احنا هنا عنواننا في دمياط، باب الحرس، مستشفى الجلدية، صيدلية الجمهورية، بجوار قصر الفرج وقرات للأساس. رقم التليفون لأي استفسار أو للطلبات، لأن احنا عندنا توصيل برضو. رقم التليفون ورقم الواتساب 010-19-84-2696. الرقم التاني 010-142-61-80. نبدأ نستعرض ونقول بسم الله. ده طقم خشاف ورقة الشجر، أخد شكل ورقة الشجر زي ما احنا شايفين كده. نائدنا بتخش في الاماكن دي، يعني الاماكن دي مفحوره. شايفين درجه النقاء بتاعه الكريستال اللي انا بقول عليها، درجه نقاء عاليه جدا. حتى كعب الخشاف، كعب البوله، اخد رسمه جميله قوي. الكعب من هنا، الجزء ده عالي اهو، شايفين الشكل. بسم الله ما شاء الله. طقم خشاف راقي، بمعنى راقي، بيبقى عباره عن 6 بولات بالمقاس اللي انا كنت شايلاه، ده 6 قطع من ده كده، ومعانا كمان قطعة من المقاس الكبير. احنا منزلينه في العرض ب575 جنيه، عرض يوم الاثنين ويوم الثلاث. هنا لو احنا خدنا بالنا الاستيكر بتاع الار سي ار وظهر الاستيكر، نشوفه تمام. الظهر قدامنا اهون، هنلاقي مكتوب عليه ميد ان ايطالي، بس مش عارفه ايوه الكاميرا جابتها ايه. ميد ان ايطالي خيال في ظهر الاستيكر كمان، يعني مش الوش فقط، لا ده احنا عندنا الخيال بتاعه من ظهره. هنلاقيه مكتوب ار سي ار، يعني طقم اصلي يا جماعه، طقم اصلي مش اي كلام. ده اول موديل احنا منزلينه ب575 جنيه فقط لا غير، مع معرض كريم. لو سمحت الموديل اللي بعده، لا هسيبه هنا، سيبه هنا كده تمام. هات البولة دي كده لو سمح، حط البولة دي فوقه جوه اهي. ده اللي ب575. نشوف ايه الموديل اللي بعده. بسم الله ما شاء الله، كل موديل احلى من بعضه، وكل موديل معانا ونازل بسعر عرض مختلف عن التاني. شايفين الجمال ده كده. موديل الوردة، يبقى هنا موديل ورقة الشجر، دي موديل الوردة. شايفين الجمال، بسم الله ما شاء الله. الطقم ده يشتغل مطبخ، يشتغل نيش، يشتغل في كل حاجة. طقم عملي جدا وخامته ممتازة، طقم يشرف بجد وسعره مناسب معانا. دي بتكون 6 قطع، البولة اللي احنا ماسكينها بولة بكعب بتكون 6 قطع معانا. نشوف بقيته. البولة الكبيرة بتكون قطعة واحدة، احنا منزلينه في العرض ده، منزلينه بكام؟ 7 قطع، منزلينه ب585 جنيه في العرض، اللي هو موديل الوردة. شايفين بقى، عايزين نشوف الاستيكر وظهر الاستيكر اخد ايه. الكلام اللي احنا عارفينه ده، ظهر الاستيكر برضو من داخل هنلاقيه اخد برضو ميد ان ايطالي. ايوه ظهرت على ما اعتقد، اهي خيال كده ظاهر قدامنا. الكاميرا طبعا ما بتبينوش قد كده، غير الوش الاستيكر اللي هو مكتوب عليه كمان ار سي ار تمام. احنا قلنا المنتج درجه بريقه بتكون واضحه جدا، نازل منه تقليد من ايه، لونه مطفي، لا الدرجه دي عاليه جدا في البريق بتاعها. شايفين الجمال، الجزء ده كله شغل، كله شغل حردات، حردات كده طالعه نازله. ده انا اهي طالعه نازله فيها، ما هو الشغل اي كلام، لا ده شغل نظيف جدا. احنا كده استعرضنا 2 موديل، موديل ورقة الشجر ب575 وموديل الوردة ب585، وهوريكم الموديل الثالث كمان.
موديل النجمة، ده موديل النجمة قدامنا اهون، بسم الله ما شاء الله. يبقى الموديل ده اسمه النجمة، شكله اهون. عايزين كده تعليقات، اي حاجة تشجع كده يعني، افتحوا لنا نفسنا والله على التصوير يا جماعة. ده موديل النجمة، بيكون معنا المقاس اللي انا ماسكة، ده البولة اللي انا ماسكاها، بولة بكعب موجود منها في الطقم 6 قطع. لو خدنا بالنا هنا برضو هنلاقي الحردة بتاعته اخدة شكل طالعة نازلة كده، وانا اخد شكل النجمة، عشان كده احنا مسمينه موديل النجمة. البولة الكبيرة قدامنا اهيا، زي ما انا قلت لكم من فوق اخد حردات اهيا، درجة عالية جدا من الكريستال، خامته نظيفة جدا جدا، ار سي ار. ومن الداخل لازم نشوف برضو زي ما انا عودتكم اهيا، نشوف ظهر الاستيكر من جوه. ظهر الاستيكر هنلاقيه موجود ميد ان ايطاليا، على فكرة هو استيكر واحد، استيكر واحد من قدام ار سي ار، والظهر الاستيكر قبل ما بيتلزق بيبقى مكتوب على الكتابة اللي انا بقول عليها دي، فبالتالي اما بيتلزق الاستيكر بيدينا خلفية من الداخل، ومكتوب عليها مكتوب عليها ميد ان ايطاليا اهو. تمام. الطقم النجم ده 7 قطع، نازل معانا بكام؟ نازل معانا ب 650 جنيه. يبقى طقم النجمة نازل معانا ب 650 جنيه، وطقم الوردة نازل معانا ب 585 جنيه، وطقم ورقة الشجر نازل معانا ب 575 جنيه. 3 تطقم احلى من بعضهم، 3 تطقم احلى من بعضهم. لو حابة توصيل موجود توصيل، حابة تنورينا في المعرض، عنواننا دمياط باب الحرس مستشفى الجلدية صيدلية الجمهورية بجوار قصر الفرج وقرات للأساس. عندنا توصيل لمحافظة دمياط والقاهرة، محافظة دمياط والمنصورة والمحلة وطنطا والشرقية، الزقازيق، العاشر من رمضان، القاهرة، الجيزة، حلوان، اسكندرية، البحيرة، دمنهور، كفر الشيخ. انت بس ايه، ابعتي لي عنوانك على رقم الواتساب وبقول لك متاح ولا غير متاح. رقم الواتساب 010-19-84-2696. يبقى رقم الواتساب 010-19-84-2696. ده تصوير بسيط كده من تصوير معرض كريم للادوات المنزليه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.